السلام عليكم، معكم اخوكم عبد الله الاحمد، افضل 5 برامج خاصه بتعديل الفيديو على الايفون وعلى الجالكسي. قبل ما نبدا حبيت اخبركم عن موقع الجديد. طبعا ما صار لي فاتحه تقريبا اسبوع. طبعا الموقع راح يفيد المصممين والمصورين، راح يكون فيه اشياء راح تفيدكم، راح تحصلوا رابط الموقع في الوصف. طبعا هذا البرنامج انا دائما استخدمه، اول شيء لانه سهل، يعني مو لازم تكون محترف حتى تقدر تستخدم البرنامج. ثاني شيء بيعطيني جميع الاشياء اللي انا بقدر اعدل فيها الفيديو، واهم شيء انه بيصدر لي الفيديو اعلى صيغه اللي هي 4K، يعني اعلى جوده، غير عن باقي البرامج اللي هو بيحفظ لي المقطع فقط HD. والبرنامج مجانا، في تاثيرات مجانيه وفي تاثيرات مدفوعه. طيب نيجي على البرنامج الثاني اللي اسمه اتوقع لوم فاشن، ما بعرف هذا اسمه صح ولا غلط. المهم هالبرنامج مشكلته اول شيء سعره غالي شوي، يعني اتوقع 60 ريال، او ما اعرف اتوقع 60 ريال. المهم راح تحصلوا جميع روابط البرامج في الوصف، يعني تقدروا تشوفوها. البرنامج هذا بفيد قص المقاطع يعني الاجزاء، لان في ميزات حلوه راح تفيدكم، يعني لو مسكتوا الجوال في العرض راح تكون خيارات يعني مناسبه مع اصابعكم اللي تحت، يعني هم مخططين ما ادري كيف مصممين البرنامج انه يكون مناسب يعني مع حركه الاصابع. طبعا في ميزات كثير حلوه وتاثيرات غير عن باقي البرامج، وفي ميزه حلوه ان تقدر تسوي تاثير خاص فيك او حركه في البرنامج خاصه فيك، وتقدر تشاركها مع الناس عن طريق يعني الملفات او مشاركه الملفات. راح يكون تاثير انت سويته عن طريق البرنامج وترسله لشخص ثاني يقدر يستخدم نفس التاثير مجرد ما يضيف التاثير على البرنامج. راح نيجي على البرنامج الثالث اللي هو برنامج كيوت كات برو. طبعا كلكم تعرفوا برنامج كيوت كات برو، ما راح اشرح عنه كثير، بس يعني هذا البرنامج راح يغنيكم عن باقي البرامج وفي ميزات حلوه راح تفيدكم. ما راح اكثر شرح عن البرنامج لانكم اصلا تعرفوه. طيب البرنامج الرابع اللي هو برنامج بيرفكت فيديو، طبعا هذا بعد تعرفوه، سويت عنه كم من شرح. طبعا اللي يميز برنامج بيرفكت فيديو برنامج كيوت كات برو انه تقدر تثبت عليه خطوط غير الموجوده في البرنامج، مثلا عن طريق الخطوط الموجوده في موقع تقدر تثبتوها على برنامج كيوت كات برو بيرفكت فيديو. البرنامج الاخير اللي هو اتوقع اسمه VSCO، طبعا هذا البرنامج بعد معروف. اتوقع البرنامج هذا مو تعديل، فقط تاثيرات، يعني تقدر تضيفوا فلاتر، اشياء تعديل بالالوان، مثلا بعد ما تعدلوا على الفيديو في البرامج اللي في البدايه تقدر تضيفوها على هالبرنامج، راح يضيف لكم عليها تاثيرات او فلاتر وتقدر تعدلوا بالالوان عن طريق هالبرنامج. طبعا البرنامج هذا مو خاص فقط في الفيديو، تقدر تضيفوا تاثيرات على الصور. تتوقع ميزة الفيديو اتوقع انها مدفوعه، مو متاكد، بس في فلاتر فنانه راح تعجبكم. واخر شيء حاب اشكركم على دعمكم، طبعا شكرا من القلب، ما اعرف كيف اعبر بس شكرا. وقريب ان شاء الله راح ندخل 200 الف مشترك. شكرا لكل الناس اللي بيحطوا لي لايكات وبيعلقوا، وطبعا برد عليكم في التعليقات في اغلب المقاطع. وشكرا شكرا، هذا هو المقطع، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتشاركوا المقطع يعني في الواتساب في التليجرام في جميع البرامج، وفي امان الله. لؤلؤتي تريد ان نبحر من جديد، لؤلؤتي تريد ان نبحر من جديد، نحو هلال ابيض يصبح في الافق البعيد، بين الماء والسماء نبحر في كل الانواع، بين الماء والسماء نبحر في كل الأنواع، وهدى نجم يتلألأ للملكي.